أنا من لندن المستشار في علم الأدوية واللقاحات في شركة كامبريدج للاستشارات الدوائية دكتور بلال زعيتر. أنا بك دكتور بلال معنا على سكاي نيوز عربية. إذا دكتور بلال، المتحور الهندي أو السلالة الهندية هكذا يطلق عليها، إلى أي مدى هي مثيرة للقلق، مخيفة؟ إلى أي مدى نحن نطرح اليوم علامة استفهام على كل اللقاحات الموجودة أنها ربما لن تتغلب عليها؟ مساء الخير أخي الكريم. طبعا السلالة فعلا مقلقة، وذلك لعدة عوامل. أولا، أنا أتحدث الآن من بريطانيا، البلد الذي تلقى فيه نحو 40 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح الكورونا. طبعا بالنهاية بريطانيا عدد سكانها هو 67 مليون، وهذا يترك لدينا نحو 37 مليون شخص لم يتلقوا اللقاح لأسباب، منهم فئة الأطفال، منهم دون سن 18، منهم فئة الشباب الذين لم يحن دورهم بعد، ومنهم فئة من لا يرغبون بتلقي اللقاح، وهي فئة موجودة ووازنة. يعني لوحظ أن أغلب الإصابات هي موجودة في فئة الشباب وفئة المسنين من بعض الفئات الديموغرافية التي تكثر فيها مقاومة اللقاحات. فبالتالي يعني 99% من إدخالات المستشفيات بسبب السلالة الهندية هي هي من فئة غير متلقي اللقاح. هذا ما دعا الحكومة إلى إجراء حملات لبث التوعية، وبالذات في بعض الفئات من المجتمع البريطاني من الخلفية الآسيوية تحديدا، ممن تكثر لديهم مقاومة اللقاح. أيضا تم إعطاء اللقاح الآن لمن هم فوق سن 30، تم تنزيل الفئة، والآن هناك تفكير بإعطاء اللقاحات لمن هم بفئة 20، وتمت إجازته أيضا للأطفال من أجل تغطية أكبر عدد ممكن، وخصوصا أنه ثبت أن السلالة الهندية مقاومة لجرعة واحدة من اللقاح، وإنما نحتاج إلى جرعتين، وهنا ببريطانيا الفارق ما بين جرعتي اللقاح 3 أشهر. فبالتالي متلقي اللقاح الجرعة الواحدة فقط هو محمي بنسبة 33%، ولكن إذا تلقى الجرعة الثانية بعد 3 أشهر تزداد التغطية تصل إلى نحو 70%. لا دكتور بلال، هذه هي عوامل القلق. هذا مقلق، لكن أيضا ما هو مقلق بأن الخطة التي وضعتها بريطانيا للخروج من وضع الجائحة الانتقال لوضع طبيعي هو يتأثر اليوم. 5000 إصابة في اليوم، البعض يقول هذه موجة جديدة ربما تغلق بريطانيا مرة أخرى. يعني هل نستطيع توديع كل أحلام فتح عملية السفر والانتقال لسكان الأرض مع وجود المتحور الهندي؟ بالتأكيد رقم 5000 إصابة قد يبدو قليلا لبلد تعداد سكانه 67 مليون، ولكن هكذا تبدأ الموجات، تبدأ بألف وألفين وثلاثة وخمسة، وفجأة يحدث لدينا زيادة كبيرة وتصبح الزيادة أسية. فبالتالي الحكومة البريطانية قلقة جدا، ولذلك هناك تفكير بإجراءات بتأخير المرحلة الرابعة والأخيرة من عودة الحياة إلى طبيعتها. كان هناك موعد محدد يوم 21 من شهر جون أو حزيران القادم لأجل رفع كافة القيود، من قبيل مثلا الكمامات، من قبيل السماح للشركات بإعادة موظفينها للعمل في المكاتب. فبالتالي هناك تفكير بتأخير هذه المرحلة الرابعة والأخيرة، بتأخيرها حتى 5 جولاي أو تموز القادم، على أمل أن تفلح خطة التلقيح المكثفة لفئة الشباب وزيادة الوعي لدى فئة معارضي اللقاح لكي تتمكن من عكس الآية. ولكن الجزء الإيجابي في الموضوع لغاية الآن أن أعداد الوفيات والإدخالات إلى المستشفيات هنا في بريطانيا هي قليلة جدا. نحن من حوالي أسبوع احتفلنا، أو في الأول من شهر حزيران احتفلنا بأول يوم من سنة ونصف بصفر وفيات هنا في المملكة المتحدة. هناك انخفاض في عدد الوفيات
نتيجة اللقاح، وتبقى الإصابات كبيرة جدا في المتحور دلتا في فئة غير متلقي اللقاح أو الناس الذين تلقوا جرعة أشكرك واحدة. أشكرك جزيلا من لندن، المستشار في علم الأدوية واللقاحات في شركة كامبريدج استشارات الدوائية الدكتور بلال زعيتر.